مرحبا بكم من جديد معي في هذه الساعة من التغطية سيد محمد النعاس هنا في الاستوديو وهو المحلل السياسي والعسكري، ومعي أيضا دكتور إسماعيل بحيشي الباحث والمحلل السياسي، وقد ينضب إلي لاحقا بعض الضيوف. بدأ معك دكتور إسماعيل، مرحبا بك. كيف تقيم الحراك السياسي الموازي للحراك العسكري؟ هل تعتقد بأنه في حجم التضحيات الشباب في الجبهات؟ دكتور ولضيوفك والأخوة المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. نحن نتعرض لعدوان وإلى وضع استثنائي ووضع كارثي حقيقة. نعم، احنا كنا قبل نتكلم قبل 4 أبريل عن توافق سياسي وعن مؤتمر جامع وهناك دعم دولي لهذا التوافق، وإذ نجد أن هناك عدوان على المنطقة الغربية وطرابلس، وهناك اجتياح وعدوان غاشم على المدنيين لا علاقة لهم بأي عمل سياسي. لا. هذا انتهاك كافة حقوق القرارات والبيانات الصادرة من مجلس الأمن، ومن كذلك يخالف كل القرارات والبيانات الصادرة المحلية في ليبيا، وحتى البيانات الصادرة من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. لا. لكن للأسف بعد أكثر من شهر كان هناك صمت رهيب ودولي فيما يحدث من انتهاكات، لكن الآن المشهد السياسي الدولي تغير كبير. نعم، الفضل يعود فيه للدماء الزكية التي ضحت من أجل ليبيا والمحافظة على أرض وتراب ليبيا، ونحن الآن نترحم عن كل الشهداء وندعو الله أن يشفي الجرحى. نعم، كان هناك حراك مدني موازي لمواجهة هذا العدوان، شهدنا خروج الناس في الساحات وفي الميادين. نعم، ليس في الكثير المدن الغربية، في مدن هناك وجود لهذه التجمعات، لكن في بعض المدن قد يكون التجمع قليل جدا، ربما حتى عامة الناس ليست لها دراية بأهمية وجود الناس في الساحات والميادين. نحن الآن نشاهد ما يحدث في الجزائر من خلال خروج الناس في الساحات والميادين، قلب الموازين في الوضع السياسي، وهناك حراك مدني في الجزائر نحو القضاء على الفساد ونحو حكومة مدنية والوصول إلى عهد جديد، عهد الديمقراطية والمساله والمحاسبة. أهمية الساحات أهمية مهمة جدا. والنقطة الثانية وهي نعتبرها الأهم من ذلك، ليبيا بحكم ليبيا تحت البند السابع، وهناك قادرة قرارات صادرة من مجلس الأمن تؤكد دعمها للاتفاق السياسي المبرم في صخيران. هذا الاتفاق يتركز على ثلاث أسباب: حكومة وفاق وطني، المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب. مجلس النواب لا يوجد هذا المجلس على الخريطة السياسية، الموجود في طبرق ليست له علاقة بما يسمى بمجلس النواب حسب بنود اتفاق السياسي الصخيران. شاهدنا وتابعنا التوافق التاريخي الذي حدث في طرابلس خلال اجتماع مجلس النواب. حدثت عملية تنازل بين القوى السياسية داخل مجلس أعضاء مجلس النواب، لأن هناك طرف يقول لا أستطيع أن نذهب إلى طبرق، لأن طبرق تخرج الطائرات لتقصف المدنيين في بنغازي، وهناك أعضاء مجلس نواب كانوا موجودين في طبرق، وهناك منهم كان داعم حتى لعملية الكرامة ثم تخلى عن دعمه لهذه العملية. نحن نتكلم عن مشهد معقد وشائك، لكن صدقني حدثت عملية توافق سياسي تاريخي، وتنازل الطرف المتضرر من أحداث الأربع سنوات في الطرف الآخر، والآن أصبحنا نتكلم عن جسم جديد وهو مجلس النواب حسب بنود اتفاق السياسي المبرم في الصخيران. إذا نتكلم عن حراك سياسي، حراك مدني، كذلك توحيد الجبهة الداخلية، أي بمعنى وجود مجلس نواب ومجلس أعلى للدولة وكذلك حكومة وفاق. إذا أصبح هناك توحيد للصف، وشهدنا بيانات تصدر من كل المدن القوى السياسية والاجتماعية تركز على توحيد الجبهة، ونحن نتكلم الآن عن جبهة على عدوان، وهذه مكاسب التي نرى فيها من علامات النصر بإذن الله تعالى. نعم، القبعة دكتور دكتور إسماعيل. أستاذ محمد، الآن الموقف السياسي فيه أخذ ورد، لكن الموقف العسكري يعني الله يبارك في الشباب، كيف هي الأوضاع الميدانية اليوم في الجبهات لو تعطينا أو تضعنا في الصورة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على شهدائنا من جديد
ونشد أزر شبابنا المغاوير الذين يقاتلون في الجبهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز بنصرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المعركة ما تزال تروح في مكانها بالحقيقة، يعني بمعنى أن كر وفر أو هناك مناوشات في بعض المحاور يبدأ بها، خصوصا محور عين زارة ومحور طريق المطار، ما تزال هناك جيوب فيها بعض الأسلحة، فيها أسلحة ثقيلة كثيرة جدا وخفيفة ومتوسطة لدى العدو، وهو يناوش في بعض الأحيان بغرض أن يقول للعالم أنني هنا وأنا أقاتل، أو يقنع أتباعه أن هو يقاتل، ثم يبني على ذلك مجموعة من الأكاذيب، أنه يقول نحن نحاصر الحشد الميليشياوي إلى آخره. الحقيقة البارح في الليل كان فيه انفجارات قوية جدا لم نسمع عنها أي أخبار، كذلك التناوش بالأسلحة الثقيلة اليوم لم تصلنا منه أي أخبار. غرفة عمليات بركان الغضب لا توفينا الأخبار ساعة بساعة، أو على الأقل حتى خمس ساعات بخمس ساعات، لكي تضع الكاتب والمحلل السياسي والعسكري في الصورة، بحيث أنه تساعد على قراءة الموضوع. لكن بصورة عامة يعني التطور اللافت في الموضوع هذا هو حصول قواتنا على السيارات المدرعة. نعم، قبل ذلك سيد محمد، هو الآن ذكرت أنت وسلاح الطيران الحقيقة ما زال يبلي بلاء حسن. نعم، لكن هو العنصر النشط الآن في نعم قبل ذلك الآن، يعني ألا تدل أو ألا يدل وجود هذه المناوشات من قبل قوات العدو على أن خطوط الإمداد ما زالت مفتوحة أمامه، أو إن هناك في السابق تخزين كبير لهذه الأسلحة؟ الاثنين موجودين، لديه بعض خطوط، طبعا في جغرافيا كبيرة جدا، يعني لا تخضع للمراقبة على مدى 24 ساعة. بتفترض أن عندك طائرة هليكوبتر حربية وطائرة استطلاع على 24 ساعة تتجول، هو يتحرك حتى في المسار، في المسالك غير المعبدة ما بين الجبال، المنطقة مع نهاية قصر بن غشير والسبيعة هذه كلها مناطق فيها جبال وفيها مسارب، يتحرك فيها ويجيب فيها الإمداد، يعني مش قضية، لأن القوات الموجودة هنا يعني لا تحتاج إلى إمداد كبير. بالإضافة إلى الموضوع اللي طرقت لحضرتك، اللي هو أن مضى عليه أكثر من سنة ويخزن في العتاد والأسلحة، بعض مخازن يضرب فيها الطيران أحيانا عندما يبلغ عليها بدقة، والبعض غير معروف. نعم، طيب سيد دكتور اسماعيل، البعض الحقيقه ينتقد السراج وخارجيته في موقفه السياسي، لكن من باب الموضوعيه دكتور اسماعيل، الا ترى ان السراج قد فعل ما بوسعه سياسيا؟ قام بجوله في اوروبا شملت اربع من الدول المؤثره في الملف الليبي، المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا، لكن زيارته الحقيقه لم تثمر الا بوعود وكلمات خاويه، يعني هذا ليس لحكومة السراج فيها يد، كيف تعلق؟ الأمور تغيرت في الأيام الماضية تغير كبير جدا. نعم نؤكد أن السيد سيد السراج كانت له جهود وزيارات، وحتى البيانات الصادرة من مجلس حكومة الوفاق إلى حد هذه اللحظة بيانات إيجابية. نعم، الكل يعرف أن حكومة الوفاق ووزارة الخارجية وحتى الوزراء الموجودين اليوم في طرابلس هذه، نعم، الكثير منهم حتى لم يصدر موقفه السياسي فيما يحدث في العدوان. لكن من المفارقة السياسية إن أصبحت القضية الليبية قضية عادلة وقضية دولية وقد تصل إلى العالمية، حتى أنها تجاوزت القارات والبحار. نعم، عندما نتابع ما حدث في الكونغرس الأمريكي، هم الآن يقفون معنا صفا واحدا ضد العدوان. من المفارقة السياسية، أعضاء الكونغرس الأمريكي يدافعون عن ليبيا ويقفون ضد هذا العدوان، وسفراء ووزراء في حكومة الوفاق ليس لهم موقف سياسي. والأعجب من ذلك، وهذا ما يؤسفني، أن هناك أعضاء من مجلس النواب الليبي منتخبين من الشعب ويمثلون إرادة الشعب لم يلتحقوا إلى حد هذه اللحظة بمجلس النواب في طرابلس. نعم، البعض يقول ما هو هدف مجلس النواب في طرابلس ولماذا تشكل؟ تشكل هذا الجسم رسالة قوية للعالم بأن مجلس النواب الليبي وأعضاء مجلس النواب الليبي يقفون ضد هذا العدوان، وهذه أسمى رسالة قوية. أنا يؤسفني أن حتى من مدينة مصراتة هناك أعضاء إلى حتى الآن
لن يلتحقوا بزملائهم ولم يقدموا الاستقالة في نفس الوقت. وهذه من مفارقات العمل السياسي. عندما تشاهد أعضاء الكونغرس الأمريكي يدافعون على ليبيا، هل شاهدنا احنا اليوم شاهدنا ما حدث في الكونغرس الأمريكي؟ هل في اجتماع في مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة الوفاق في نفس النبرة والصوت من أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي حول ما يحدث في ليبيا عدوان؟ نعم كان هناك جمود في العمل السياسي. العالم أكثر من شهر وهو صامت، وهذا الصمت كان دليل لأن العالم كان يقف مع هذا العدوان، لكن موازين القوة تغيرت وهذه ما يسمى بمفارقات العمل السياسي. الآن هناك أشخاص سياسيين دبلوماسيين سيدافعون عن القضية الليبية لأنها قضية عادلة. لن تجد أحد الآن سيقف مع هذا العدوان الغاشم على المدنيين في ضواحي طرابلس. حتى الدول التي كانت تستقبل في حفتر وتدعم في حفتر الآن تقول لك أنا ليس عندي معلومات عن هذا العدوان ولم يتم مشاورتي. ومن مفارقات العمل السياسي اليوم السعودية محتاجة إلى التحشيد العربي ومحتاجة للسيد فايز السراج أن يحضر الملتقى والقمة التي تحدث الآن بعد أسبوع في مكة المكرمة، لأن السعودية الآن في مرحلة انهيار وضعف وتوتر وتحتاج إلى حشد ودعم عربي. نعم. في نفس الوقت يا دكتور فوزي، الجامعة العربية تخلت عن ليبيا عندما قدم السيد محمد سيالة دعوة لاجتماع طاري وزارة الخارجية للجامعة العربية، رفضت الدول العربية هذا الاجتماع. الجامعة العربية كانت داعمة للعدوان، لكن نحمد الله إن الآن هناك أنصار يناصرون القضية الليبية لأنها قضية عادلة وقضية إنسانية وقضية حقوقية، والله تعالى هو موجود في هذا الكون وهو من يسير في الحال. وهذه نشاهد الآن مفارقات العمل السياسي ما يحدث في ليبيا والتغير الذي حدث على المستوى السياسي والدبلوماسي، وأصبحت القضية الليبية قضية عادلة وقضية عابرة البحار. نعم. وعابرة القارات، وهذه من مكاسب هذه القضية العادلة. نعم. وعلينا استفادة الحقيقية من فيما يحدث في الشأن الليبي على المستوى الدولي. نعم دكتور إسماعيل. أستاذ محمد، برأيك وصول تعزيزات نوعية للجيش الليبي هل يمكن أن تسهم في تغيير كفة المعركة حتى على الأقل بالانهزام النفسي لمعنويات جماعة حفتر؟ وما أهمية هذه الآلات المدرعة التي رأيناها الآن؟ لم يعد الأمر خافي على أحد. يبدو، هل عندك معلومات على نوعية هذه المدرعات التي حصل على قوة الجيش؟ نعم. هذه المدرعات هي صناعة تركية وهي مدرعات حديثة جدا وقد تؤثر على معنويات الخصم، لأنه كان يتفوق علينا بامتلاكه لهذه المدرعات اللي هي مدرعات النمر تايجر. في الحقيقة تلك المدرعات أحدثت خسائر كبيرة جدا في أفرادنا في المواجهات في الأسابيع الأولى، لغاية ما تمكنوا الشباب من يعني يسيطروا على التباب ويمنعوها من الاقتحام. المدرعات هذه مدرعات اقتحامية لديها قدرة على نقل من 9 إلى 11 جندي من داخل، وهي الدرع بتاعها يقيها من الرصاص بتاع البنادق والرشاشات المتوسطة والتقيلة وحتى المدفعية 23 ملم. ما تستطيعش اختراق الدرع بتاع هذه. والبعض يقول حتى الار بي جي ما تأثرش بقوة كبيرة جدا، تستطيع تقاوم يعني. فما هي مهمتها؟ مهمتها ان هي عندها عدة مهام. المدرع حسب ما شفت هذه الآن معروضة على الشاشة. أيوة. فوق منها مدفع الشاشة تشوف فيه حظك الفوق هذي. نعم. منها تلاحظ في عدسة. عدسة هذه يستطيع الرامي اللي موجود فيها يرمي ويرى ميدان المعركة قدامه بدون ما يطلع رأسه فوق يعني. ويقوم في مأمن يعني. في مأمن. يشغل مدفع وهو في مأمن. ما يطلع رأسه. باستخدام العدسة اللي تشوف فيها على اليسار تحت المدفع. وهذه مهمة جدا. المهمة الثانية بتاعها هو أنها تستطيع أن توصل الأفراد بتاعنا إحنا إلى نقطة الاصطدام بدون ما يتعرضوا لخسائر. يعني هذا الشيء اسمه اقتحامية. الميزة الثالثة أن على اليسار وعلى اليمين فيه فتحات رمي. يستطيع قلت لك هي ترفع حظيرة مشاة في المصطلح العسكري، حظيرة مشاة من 9 إلى 11 نفر. فيستطيع الرماة على اليمين وعلى اليسار يتعاملوا مع الميدان. ونأمل أن شبابنا يستخدموا هذه بعد ما
يتلقوا تدريبات على ايدي المدربين والضباط نتاعهم كويس عشان يسيطروا عليها باش ما تضيعش منهم. هذه مهمه جدا. فهذه مفيده تعتبر فائدتها زي فائدة التبة الرملي يديروا فيها الشباب الكوشيكو الواحد. نعم. مهم جدا يعني الحقيقة وترفع معنويات قواتنا احنا. ولكن العدد هذا بسيط يعني نأمل أن يتضاعف العدد. وإظهارها أستاذ محمد إظهارها على الملأ هكذا وهل يعني ألا تخشى الدولة المصدرة لها وهي تركيا بالحقيقة ألا تخشى من مساءلة المجتمع الدولي هل بإظهارها على العيان هكذا يعني نقول بأن قد تحصلت على الموافقة من حلفائها وعلى الأقل من قوة الناتو من أمريكا على أقل تقدير؟ حضرتك تعرف يا دكتور نحن ما لا نعيش تحت دولة منظمة. يعني مثلا الإعلام الخارجي إدارة الإعلام الخارجي تبع الخارجية لا تشتغل بكفاءة. كذلك إدارة الاستخبارات العسكرية عادة هي التي يجب أن تسيطر على هذا الموضوع. وإدارة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع التي ليس موجودة الآن لأن الهيكلية بتاع وزارة الدفاع قتلت في شهر 4/2016 أوقف العمل بها. وأنا من وضع هذه الدراسة من 41 صفحة واعتمدت بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2016 ولم تطبق. لم تطبق للأسف الشديد. ولذلك وزارة الدفاع هي اللي تسيطر على الأمور هذا. لما تجي شحنة زي هذه حتى في العهد السابق نعرف الدول على طول تخش الاستخبارات العسكرية على الخط وتخش المباحث العامة على الخط وتخش المخابرات العامة على الخط وتعتم على الخبر. لكن عندنا هنا الأمور ماشية هيك بالبركة وخلاص يعني. لكن ألا تدرك تركيا والدول؟ لا لكن ظهور هذا ما يضرش لأن هي ليست سرا. هذا السؤال هو. وفي هي نزلوها في ميناء طرابلس. ولابد بتظهر والتليفونات في كل مكان تصور حتى عمان ميناء حيصورها. وهذا تدركه الدولة التي مدت بهذه الأسلحة تركيا يعني هل معنى ذلك أنها لا تخشى أحد في ما تقدرش تخفي باخرة ضخمة زي هذه تجيب في آليات 40 آلية مش بس باخرة كبيرة هذه مش بسيطة يعني. وإن كانت ليست من البواخر الكبيرة جدا. طيب. هي لكن إخفائها صعب يعني ما تستطيعش. نعم. طيب دكتور اسمعي. ولكن في نفس الوقت أثرت في معنويات الخصم. لما شافها نازلة معنويات انهارت يعني أكثر مما لو شافها في الميدان بس. فهي ربما ضارت النافعة. الريحة تحط بنا يا دكتور. دكتور اسماعيل بعد أن قدر المجتمع الدولي حكومة الوفاق وترك في الحقيقة تواجه مصيرها بنفسها برأيك الآن أين ينبغي أن تتجه الحكومة لتشكيل حلفاء؟ لابد من الإشارة بنقطة مهمة أن القرار رقم 21/74 الصادر مجلس الأمن يحق حكومة الوفاق التقديم في طلبات لتوريد الأسلحة والذخائر والعتاد المسلح لتستخدم القوات التابعة لها. إذا هذه القوات التي تم جلبها من الخارج يحق لحكومة الوفاق جلب هذه وهذه حكومة شرعية حسب القرار الصادر بمجلس الأمن. وليبيا الآن عضو رئيسي في التحالف الدولي لمحاربة ومواجهة الإرهاب ومن حق هذه الحكومة الآن الاستعانة بالأصدقاء وكل الدول لتزويدها بكل إمكانيات التي في حاجة إليها لصد هذا العدوان. الحكومة الوفاق عليها أن تستثمر كل الجهود العسكرية والميدانية والساحات والتجمعات. هناك خلل كبير في تعامل حكومة الوفاق. نحن نتكلم عن حكومة ونتكلم عن وزراء مفوضين ليست لهم الصلاحية القانونية الكاملة وهذه بسبب عدم وجود مجلس النواب الآن في ليبيا. أنا في رأيي أتمنى أن يكون هناك دائما الاستمرار في الخروج والساحات والميادين لأنها تعتبر أعظم رسالة للآخرين وهذه الرسالة قد كان لها دور إيجابي في تغيير موازين القوة حتى في العالم الآخر. والنقطة الأهم من ذلك هو لابد توحيد الصف وكذلك كما أشار فضيلة الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله ورعاه طوي صفحة الماضي مع العلم أن طوي صفحة الماضي صعب في هذه الظروف. نتكلم عن انتهاكات نتكلم عن قتل نتكلم عن تدمير مدن نتكلم عن تشريد مدنيين أكثر من 4 سنوات ونحن نواجه في هذا العدوان لكن لا حل أنا في رأيي إلا لطوي صفحة الماضي. وهذه رسالة الشيخ الصادق قبل أن تكون رسالة دينية أو من عالم أو من مفتي فهي رسالة إنسانية لتوحيد الصف لمواجهة هذا العدوان والاستفادة من الأخطاء السابقة التي وقعنا
فيها. نحن الليبيين نتحمل المسؤولية ما حدث في ليبيا، نحن من ضيعنا هيبة ليبيا وتشرد ليبيا، نحن السبب، لأننا بعد 2011 انقسموا الليبيين بين هذا الطرف وبين هذا الطرف، وجاءت هذه الحكومات المتعاقبة التي لم تنجز أي شيء، وحدث الإحباط في الشارع في ليبيا، والكل بدأ يحن للنظام السابق والعسكرة الدولة، لأنه شاهد أن العملية الديمقراطية لم تنجز أي تحول لدولة مدنية، وليس هناك عدالة اجتماعية، وليست هناك أساليب الحكم الرشيد والعدالة الانتقالية، وشاهدنا ما حدث. هذا الإحباط هو سببه رجوع العسكرة بهذه القوة، وكذلك للأسف وجود له شركاء حتى في العالم الأوروبي والغربي الذي يدعم في الديمقراطية، وكذلك في العالم العربي. الاستفادة من الأخطاء السابقة أتوقعها أهم رسالة علينا نحن كليبيين، ولابد أن يكون صوتنا لدعم هذه الجهود السياسية الآن من قبل حكومة الوفاق ومجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لوضع رؤية وخريطة للعمل السياسي المستقبل في ليبيا، حتى نكون حتى تكون لنا حجج أمام المجتمع الدولي وأمام المنظمات العالمية، حتى نتحصل على تضامن كبير في المنظمات الدولية وكذلك في الأمم المتحدة ومجلس النواب، حتى تكون القضية قضية عادة. نعم دكتور. ويكون الهدف. نعم دكتور، سأعود إليك. انضم إلي الآن عبر الهاتف سيد موسى تيهوساي، وهو باحث في قضايا الجنوب. مرحبا بك سيد موسى. بداية أسألك عن الحدث الأبرز الآن في اليوم والأمس، وهو قطع المياه عن مدينة طرابلس من قبل بعض القوى في الجنوب وعن بعض مدن الغرب أيضا. هل تبين ماهية الذين قطعوا المياه على طرابلس وماذا يريدون بالضبط؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذا عمل إجرامي وعمل مشين ومارق من كل المسألة الإنسانية والتعاملات البشرية. فقطع المياه الذي حصل ليلة أمس أو أمس في منطقة الشيرف هو حدث ضمن الأحداث التي يراد بها تذليل المواطن الليبي و أيضا الحد من أقل إمكاني مقومات الحياة في المنطقة الغربية، وأيضا ما يراد من هذا الموضوع وقطع المياه عن طرابلس هو إثارة الرأي العام في المنطقة الغربية ضمن الأدوات التي يسعون إلى الضغط على الشارع الليبي ايضا قبول بهم من ناحيه الشرعيه من ناحيه الشارع مثلا. فهذا ما حصل في 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 شويرف امس هو جزء من الادوات التي ادوات الضغط التي يستعملها حفتر وجماعته في لكن سيد موسى هناك بعض يعني التغريدات او بعض المنشورات عبر وسائل التواصل أنه لا علاقة للقوات المسلحة بقطع المياه عن العاصمة، ألا تعتقد بأن هذا قد يكون قطع المياه هذا قد يكون لصالح حفتر، بحيث هو يعني يظهر أمام الناس كأنه المنقذ يهاجم هؤلاء الجماعة، إن لم يكن هو الذي أوعز لهم بقطع امدادات المياه يأتي غدا وبعد الغد يهاجم هؤلاء المجموعة ويكون في نظر الناس أنه المنقذ. الآن أمامي بعض المنشورات أنه قالوا لا علاقة للقوات المسلحة بقطع المياه العاصمة طرابلس، ولا يمكن أن نستخدم هذه الأسير الرخيصة بأي شكل من الأشكال، وأن هذه ميليشيات قد قطعت الغاز والوقود على المدن التي رحبت حتى بالقوات المسلحة في غرب ليبيا، وهم ليسوا أسوة لنا. وقالوا بأن الذي أغلق هذه الصمامات لديه شقيقه في سجن قوة الردع الخاصة قبل عام، تم القبض عليه قبل عام من الآن، وهو يحاول أن يبتز الحكومة حتى تطلق سراح أخيه في من سجون الردع. كيف تعلق؟ نعم، شوف الأمور واضحة جدا، لا تحتاج لهذه التنطعات التي يقولون بها. الأمر الذي أغلق الأبار هو خليفة حميش، وهو ونحن نعرف هذه الأمور، يعني لا نتكلم من فراغ لأن المنطقة نعرفها جيدا. الرجل هذا يعني قريب جدا من حفتر، ويعني من أيامات سجن ليبيا كان هناك وكان من ضمن ما تسمى بالكرامة هناك، وهو يعني بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر يخضع لتعليمات بن نايل في المنطقة حتى اجتماعيا مثلا. فبن نايل هو من
يعني يمثل تلك المنطقة على الأقل من جهة حفتر اجتماعيا الممتدة من براك الشاط إلى حد شويرف. فهذه الأمور لا يمكن أن تحدث بدون رضا حفتر وجماعته هناك. فقد هو قد يستخدم فعلا الموضوع هذا وقد يقول أننا هاجمنا وأننا كذا، لكن في الحقيقة لم يكن هناك هجوم، وإنما كان أعتقد أنه ربما يكون نوع من جس النبض. هل هذه مثلا الورقة رابحة؟ هل يمكن استخدامها الآن؟ هل ما هي الطريقة المناسبة؟ فهذه الأمور كلها تأتي ضمن الخطط التي يضعونها. فالقول بأن من أغلق الحقول الأول أدار المياه هناك فيعني ليس من لا يتبع حفتر، فهذا القول مشحص ويجانب الحقيقة يعني. نعم. هل سيد موسى، يعني هل فعلا احنا الشهادة يتبع محمد بن نايل؟ هو على الأقل اجتماعيا يخضع لتلك المنطقة المسيطر عليها بن نايل. نعم. الشاطئ وهو من المجارحة يعني. نعم. نعم. وكذلك بن نايل، فأعتقد أن ليس بإمكان فعل هذه الأفعال من غير يعني موافقة يعني. نعم. موافقة وما يشبه إذن منهم، أو على الأقل استئمان. نعم. ألا يحدث لهم نوع من صدام بينهم وبين. نعم. نعم. سأعود إليك يا سيد موسى. سيد محمد الآن هو يعني سؤال ربما كان يجب أن يطرح في منذ البداية، لماذا حفتر بالذات هو الذي الآن اليد لدول الاستعمارية كفرنسا والدول الإقليمية كمصر والإمارات؟ لماذا حفتر بالذات الآن يعني يتولى الهجوم؟ لماذا العمالة مخصوصة بحفتر بالذات؟ في أواخر الستينات أذكر أن هناك كتاب وأنا قرأته في ذلك الحين تحت اسم لعبة الأمم، ألفه أحد خبراء كبار خبراء الخارجية الأمريكية اسمه مايلز كوبلاند. نعم. تحت اسم Game of Nations، ترجم وطبع في بيروت وقرأناه. يبين في اللعبة التي تديرها الخارجية الأمريكية في اللي هي لعبة الانقلابات في العالم الثالث، كل الانقلابات 90% منها كانت لعبة تدار على مائدة مستديرة في الولايات المتحدة. من الذي اختار حفتر عندما وقع أسيرا عند حبري وكلف إحدى الطائرات الحربية هليكوبتر أن تأخذه من أنجمينا وإلى زائير ومن زائير إلى فرجينيا؟ لماذا؟ هل هو مهم جدا؟ نعم هو مهم جدا. اختاروه مايلز كوبلاند يقول في وصف الحكام العسكريين في ذلك الكتاب، أنا أذكر يعني قال لك الحاكم العسكري يمر بأربع مراحل ناحية نفسية متاعها. المرحلة الأولى أنه لما يدير المعجزة ويسيطر على السلطة يرى أنه هو اسمه حقق حاجة أكبر منه، فقال لك يذكر الحقيقة مجردة، يبدأ يستخدم في الحقيقة مجردة، ثم عندما يكثر الزخم والتأييد ليه يبالغ في ذكر الحقيقة. هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة عندما يخف الزخم قليلا يضطر إلى الكذب باش يحافظ عليه التأييد متاعه. ولاحظ أنت الكذب اللي عند شخصية الحاكم العسكري برقة الآن اللي هو غراسياني برقة. المرحلة الرابعة والأخيرة قال لك يدخل، وهي أخطر المراحل يمر بها العسكريون هؤلاء الطغاة، يقول لك يبدأ يصدق في الكذب بتاعه، أي كلمة يقولها يقول دماغه يقول يعني زي عيدي أمين في أوغندا زمان، أصبح وصل درجة أنه هو حتى الحلم بتاع الرؤية اللي يراها في المنام توديح الإذاعة في الصبح تقول رأى السيد الرئيس فيما يرى النائم أنه كذا 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 كذا. حتى حفتر الآن وصل لدرجة هذه من الجنون، يصدق في جميع الأكاذيب بتاعها. المخ يقول لأنك أنت تستطيع أن تسيطر على عاصمة فيها 3 مليون بني آدم وفيها ما يقلش عن 30 ألف مقاتل، ومقاتل لما يمو يهاجموا ما فيش، مش مقيدين حتى إلا بأوامر آمرين، والآن وروه الويلات في الموضوع هذا. هذا اختير خصيصا لعدة أغراض. أولا هو شكله طويل وسيم واكتاف أعراضه يرفع أكبر عدد من النياشين،
ولكن هو طبعا راس الشايب، فهو مصر على انه ديما يصبغ الشنب بتاعه باش يقعد فيه نوع من الشباب يعني. واختير لان هو آلة العقل نتاعها لا تشتغل في الاتجاه الصحيح، وهو مثلا بيخوض حروب لا يقدر مسألة الحجم والوزن. عندما قرر بيستولى على حي الصابري في بنغازي استغرق منه 4 سنوات، استغرق عشرات الأطنان من الدخائر الثقيلة، مدفعية، دبابات، مش عارف شنو كذا، وهو يدك في ما يدل أن هو عقله مش سوي، لا يقدر الحجم والوزن. الآن وقع في المطب، اختاروه للقيام بالمهمة لأنه يقبل الإملاءات دون نقاش، فنجح خلال 5 سنوات في الفائتة في القيام بمهمة تعطيل التحرر الانتقال من الثورة إلى الدولة. يعني أدها بجدارة، لكن وراها شخصيات كاريزمية أخرى زي محمود جبريل مثلا. محمود جبريل اسمه ولا هذا؟ إيه محمود جبريل هذا الأورفلي. حتى هو نفس الموضوع، حتى هو لو تحلل شخصيته تلقاه يدور حول ذاته، نوع من النرجسية يدور حول الذات، يرى أنه هو الحاكم الأمثل لليبيا وأنه ينتقم بكل الطرق للوصول إلى السلطة، رغم أن الليبيين رفضوه وطردوه خارج البلاد. نعم. فحفتر هذا اختير لمهمة تتفق مع شخصيته وما التكوين السيكولوجي متاعه، ونجحوا في ذلك الحقيقة. يعني كان بيته على بعد خطوات من مركز CIA في فرجينيا يعني. فالرجل يعد إعداد كامل لهذا الموضوع. طيب دكتور اسماعيل، ليبيا وقعت في السابق اتفاقيات دفاع مشترك، يعني هل عندك معلومة على هذه الدول التي وقعت معها هذه الاتفاقيات، ولا تعتقد بأن هذا هو وقت تفعيل هذه الاتفاقيات؟ دكتور اسماعيل هل أنت في الاستماع؟ يبدأ انقطع الاتصال، نعاود الاتصال بسيد اسماعيل. سيد موسى، أين قوة الآن؟ هناك نشهد انحدار حقيقة واضح في المستوى الأمني في الجنوب، على الرغم من وجود قوة حماية الجنوب، يعني أين هي قوة حماية الجنوب مما يقع الآن في الجنوب؟ نعم، قوة حماية الجنوب ليست قوة بإمكانها السيطرة على تلك البقعة المترامية في الجنوب، فهذه القوة موجودة في بعض في منطقة ملتق مثلا. نعم. وبالقرب منها، فهي ليست لا تستطيع إيجاد الأمن في تلك المنطقة المترامية الأطراف بطبيعة الحال، لكن القوة اللي يفترض بها أو على الأقل كما قالت الشعارات عندما أتت إلى الجنوب، أقصد هنا حفتر وقواته التي أتى يوجد بها إلى الجنوب وأيضا ساهم في تعميق الشروخ الاجتماعية هنا، خرجت كلها وذهبت إلى طرابلس ولم يوجد هناك أي قوة تدفع لحفتر هناك، ولا سيما فقط في الحقول النفطية وأيضا منطقة تمنان، أما الباقي مناطق المترامية في 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 الجنوب ليس هناك يوجد فيها أي قوة. نعم. طيب سأعود إليك سيد موسى. سيد محمد الآن نعم سيد دكتور اسماعيل. ايوه طيب دكتور اسماعيل، سألتك ولكن انقطع الاتصال بيني وبينك، أن ليبيا وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع عدد من الدول، إن كان لديك معلومة على هذه الدول، وهل أليس الوقت الآن الحالي هو وقت تفعيل هذه الاتفاقيات؟ من الصعب وبالشبه المستحيل، ليبيا تحت البند السابع وهناك قرارات صادرة من مجلس الأمن في هذا الشأن وحظر تزويد ليبيا بالأسلحة، ليبيا تمر بمراحل انتقالية، والإشكالية الأكثر تعقيدا في ليبيا هو عدم وجود الشرعية الحقيقية والقانونية والدستورية في ليبيا. نعم. اليوم احنا نتكلم عن حكومة الوفاق، نعم هذه الحكومة الوفاق لها الشرعية بقرارات صادرة من مجلس الأمن، لكن في نفس الوقت لحد هذه اللحظة في ليبيا هناك انقسام حقيقي. نحن دائما نؤكد على شرعية أعضاء مجلس النواب وما يقوم به الآن في طرابلس ومجلس الأعلى للدولة، باعتبار أن هذه الأجسام هم تمثل الشرعية حسب قرار حسب اتفاق السياسي المبرم في الصخيرات. توحدت السلطة التشريعية وأصبحت هناك حكومة وفاق حقيقية وليست حكومة وفاق مغشوشة. نعم. ويكون هناك وزراء
لا كان من الصلاحية وهناك توحيد للصف السياسي والعسكري والميداني، نعم هناك سيكون ليبيا لها دور في عمليه تفعيل في تفعيل بعض الاتفاقيات مع الدول الأخرى، لكن أهم شأن في ليبيا والنقطة الأهم من ذلك هو توحيد الجبهة الداخلية في ليبيا، سواء كانت نتكلم عن جبهة تشريعية أو كانت كذلك تنفيذية أو قضائية، لأن الصراع ومواجهة هذا العدوان لابد أن يكون مواجهته عسكريا وإنسانيا وقانونيا وأخلاقيا ودبلوماسيا حتى نتحصل على دعم دولي، لأن هذا العدوان الذي الآن نواجه فيه هو عدوان مدعوم من دول عربية ومن دول وكذلك من دول إقليمية ودول دولية، وكان عندما نتكلم عن بعثة الأمم المتحدة كانت هي بنفسها تقول خليفة حفتر هو قائد الجيش الليبي وهو الذي يحارب في الإرهاب، إذا هناك حتى تعبئة إعلامية خاطئة جدا خلال السنوات الماضية، إذا توحيد الصف هو خطوة مهمة إيجابية، حتى أعضاء مجلس النواب المقاطعين إلى حد الآن بانضمام مع زملائهم في طرابلس قد يحدث هذه رسالة قوية، باعتبار أن ما يقوم به هذا العدوان ليست له لا شرعية مجلس النواب وغير ذلك، وهذه تكون رسالة قوية، وكذلك توحيد الصف الميادين والساحات، وكذلك دعم حكومة الوفاق على حكومة الوفاق أن يكون لها برنامج وخريطة سياسية لإصلاح السلطة التنفيذية والقضاء على الإفساد، وأن تكون لها نوع من الشفافية واستعمال أساليب الحكم الرشيد، وكذلك هذه النقاط تقوي الدعم الشعبي، لأن نحن في ليبيا نمر بعدوان غاشم، وللتصدي لهذا العدوان لابد من توحيد الصف بكل الإمكانيات السياسية والمدنية والتعبئية، وحتى الإعلام له دور إيجابي في نقل الحقائق، لأن للأسف المواطن في خلال 4 سنوات الماضية كان مغيب على الإعلام باعتبار أن أغلب وسائل الإعلام لم يشاهد دعم إعلامي حقيقي وطني من قبل حكومة الوفاق أو الحكومات المتعاقبة لإعطاء حقيقة المشهد السياسي الذي يحدث في ليبيا، حتى ما حدث في يوم 4/4 وجدوا الليبيين أمام هذا العدوان الغاشم يقتحم ويجتاح المدن الغربية، وأصبح هناك انقلاب حقيقي، وأصبحت المواجهة مع هذا العدوان مواجهة وطنية، ولا مفر لنا إلا مواجهة هذا العدوان بكل السبل المتاحة والضغط للمصالح الاقتصادية مع الدول الأوروبية التي لها مصالح اقتصادية في ليبيا، أن تكون الرسالة من حكومة الوفاق إلى إيطاليا ولفرنسا إن من مصلحتها أن تدعم الشعب الليبي، وأن لا تقف مع شخص دكتاتوري يمارس وسائل الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم الإنسانية على المواطنين في ليبيا. نعم سيد محمد، الآن كان لديك حديث عن البعد الدولي هذه الحرب، الآن يعني إلى أي مدى هناك تغيرات في الموقف الدولي من الحرب على طرابلس؟ قبل هذا اسمح لي نعقب على الدكتور شويه او اضيف لكلام الحقيقه، يعني اظن في الايام القريبه هناك اجتماع مكه ودعي اليه السراج لحضوره، يجب عليه ان يثير فيه القضيه الليبيه بكل وضوح، هذه فرصته لكي باش يبشع بالاجماع بهذه الدول الظالمه، هذه هي مصر والسعوديه والإمارات التي قتلت منا في بنغازي أكثر من 20,000 وجرحت أكثر من 30,000 وشردت يعني ثلث سكان بنغازي، هم يعانوا هنا مساكين بين ظهرين، بارك الله فيهم جميعا إن شاء الله. فيجب عليه وكذلك يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، هناك اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع العربي المشترك تحت رعاية الأمم المتحدة، تحت رعاية الجامعة العربية. احنا عارفين النتائج مش هتكون كويسة، لكن إظهار بشاعة هذه الدول الثلاث أمام، لأن الاعتداء هذا على دولة عضو في جامعة الدول العربية، هذا واضح طبعا. نحن عضو في هذا النادي هذا مهما كان شكله. فيجب على السيد السراج إذا حضر الاجتماع أن يثير هذا الموضوع بقوة، ويسمي الأسماء بمسمياتها ويذكر ذلك حقيقة. الحاجة الثانية التي تفتقر إليها هذه الحكومة، طبعا الحكومة ممكن ما أشرهاش الدكتور إسماعيل، أنها لا تخضع لرقابة شرعية، تتصرف كما ترى هي بعيدا عن النقد، لأن الرقابة التشريعية موجودة في طبرق وهي فشلت وخرجت عن التاريخ، يجب عليها أن تفتح قنوات خلفية اللي هي قلنا لها سموا فيها الباك شانلز هذه مع الدول المهمة في المنطقة، مثلا زي روسيا وزي الصين، لازم نقنعهم بأنهم ما يقفوش ضد أي قرار يصدر مجلس الأمن
لإيقاف إطلاق النار وفقا لشروطنا نحن ولمصلحتنا أو للدفع في هذا الاتجاه. هذه ما تقالش في الإعلام، هذه تكون في القنوات الخلفية. يبدو أن وزارة الخارجية أن لا تتحرك في هذا الاتجاه، تمشي فرنسا إيطاليا بريطانيا بس، لكن ما تمشيش للصين، والصين تمثل أكبر قوة بشرية في 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 مجلس الأمن، وهي الآن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم. أين القنوات الخلفية معها؟ لماذا لا نتصل؟ هذا موضوع مهم جدا يعني. فالسؤال اللي قلته حضرتك البعد الدولي. البعد الدولي هو أظهر ما فيه الآن هو زيارة غسان للولايات المتحدة واجتماع بين المسؤولين الأمريكان لمدة 3 أيام الآن. لا ندري، هو قال قام بالزيارة، لكن هل هو استدعي ولا اجتهاد منه هو؟ إذا كان اجتهاد منه هو، هذا أعتقد أنه هو يخرج عن مهمته، مهمة يونس ميل. يونس ميل لا تتواصل مع الدول لكن إلا بجرأة منه هو فقط، لكن إذا استدعي ففي احتمال أن الأمريكان يناقشوا معاه في عملية حلهلة الملف بطريقة ما. الموضوع كله يتم فيه بطريقة سرية، لأنه هو ما يستطيعش، لأن كما قلنا اليونس ميل هذه اللي هي الولايات المتحدة للدعم في ليبيا ليس لها مخالب ولا أسنان، هذه ترافقك فقط، هو يكتب التقارير ويحولها رئيسها المباشر اللي هو غويتيروس، غويتيروس يعرض على مجلس الأمن، ولهذا لن يطلعك على أي شيء. يطلعك على الإيجابيات لكن السلبيات لن يطلعك عليها، ولذلك لا نعلم ماذا يدور في الكواليس الآن. طيب سيد موسى تيوساي، إذا كنت ما زلت في الاستماع الآن، إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا القطع الإمداد على المياه؟ يعني هل لا يوجد هناك ضغط اجتماعي على الذين أقفلوا هذا الإمداد من القبائل المختلفة في الجنوب برأيك؟ نعم، أعتقد أن صوت الحكماء أو على الأقل الجهات الاجتماعية قد يكون ضعيف جدا للأسف الشديد، نظرا لوجود قوة طاغية على كل صوت غيرها في المنطقة، وهذا ملاحظ في المنطقة الشرقية وأيضا في الجنوب مؤخرا. فللأسف ليس هناك ما يرجى، يعني لا يرجى الكثير من هذه الجهود للأسف الشديد، نظرا لأن هناك صوت واحد فقط هو الذي يأمر وينهي وهو الذي يعقل ويحل في تلك المنطقة. نعم. سيد موسى تيهوساي الباحث في قضايا الجنوب، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف. دكتور إسماعيل، أختم معك بهذا السؤال، هل تؤيد فكرة السيد محمد النعاس الآن في استجابة السراجدي الدعوة الموجهة إليه من المملكة السعودية في حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، وهناك يمكن طرح بعض الأشياء يعني مباشرة هناك وجها لوجه مع بعض الدول المؤيدة لحراك حفتة ضد أو لهجوم حفتة ضد طرابلس، لأن البعض يرى بأنه يجب على السراج ألا يذهب لهذه الدعوة أو لا يلبي هذه الدعوة من باب الاحتجاج على السعودية في دعمها لهذا المجرم؟ هو دعوة السيد فائد السراج هو مكتب لنا، وهو انتصار سياسي ودبلوماسي لنا. وجود حكومة الوفاق في هذه القمة مهمة جدا لنا، لأن هذه ستكون نقطة تواصل مع الطرف الآخر، نحن نريد تضييق على الطرف الآخر الساحة العربية. أنا أتمنى أن حتى تكون هناك زيارات لمصر وللإمارات وللسعودية حتى قبل هذه القمة، حتى تضييق الخناق على الطرف الآخر. الطرف الآخر يجول في مصر وشاهدناه يذهب للسعودية وبدون وجود أي عمل دبلوماسي من قبل حكومة الوفاق. كيف أنت السعودية والإمارات ومصر أحيانا أنتم معترفين بحكومة الوفاق أنها حكومة شرعية، وفي نفس الوقت تستقبلوا خليفة حفتر؟ إذن هذه مكاسب سياسية، وعلى حكومة الوفاق استثمارها استثمار الحقيقي. ونحن نعتبرها كمهتمين، هي نوع من التصدي لهذا العدوان، وكذلك حتى فتح ربما ملفات جديدة وعلاقات اقتصادية جديدة مبنية على احترام بين الدول العربية، وكذلك أن ترفع أيديها هذه الدول عن هذا الطرف الذي مارس العدوان على الشعب الليبي وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحد الآن. دكتور إسماعيل المحيشي الباحث والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف. أختم معك أستاذ محمد، كلمة أخيرة لك في هذه الساعة التغطية. لفت نظري أمس ما قاله الكذاب رقم 2 في في في
في عملية الكرامة اللي هو العميد خالد المحجوب أمس قال كلام ملفت للنظر يعني وما يقدرش يقوله إلا بناء على إيحاء. قال نحن في طرابلس قال نحارب الإرهابيين وليس هدفنا هو الدخول لطرابلس. هذا كلام مهم جدا جدا. هذا جديد. فيبدو أن السيد المشير رضي من الغنيمة بالإياب يعني. نعم. معاش إحنا وهذا كلام مهم جدا. هذا مدير إدارة الرجل المعنوي. نعم نعم. عندهم. نعم. قال الكلام هذا لابد له ما وراءه. قال إحنا مش بالضرورة إحنا هدفنا الأساسي. ولكن نحن نحارب الإرهاب. فيبدو أن فيه نوع من التراجع. ارتباك. نعم. ارتباك. يعني. سيد محمد النعاسي المحلل السياسي والعسكري شكرا شكرا جزيلا كنت معي في الاستوديو وشكرا لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة. حتى التقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالحب تلقاك